ايه كل اللي عندنا في الديتا كونكشن الواي لوك بيساوي
تساوي جذر 3 اي في. ايه هو الاي لاين؟ هو الاي لاين اللي ماشي في الخط ادي ده كده الاي لاين. اي فيز هو الفرد اللي ماشي جوه والذات اللي جوه. يعني هنا الفرد ده هنا اي فيز para
عن الثري فيز سيستم. طيب لو حبيت لما تيجي احسب الاكتف باور هي بي اللي هي اليونت بتاعتها بقى خدها مش 50 المره اللي فاتت عندنا الاكتف باور بي اللي هي بتستهلك ايه؟ اللي هي بتستهلك الريزستنس ار. لو نفتكر قلنا ايه؟ كنا قلنا قبل كده ان بي بتساوي بي فيز اي فيز كوساين سيتا. السيتا دي هي الزاويه ما بين الفوق والجنب ده في حاله السنجل فيز. حاجه سي فيز بقول ايه؟ عندنا الثلاثه بالانسد يعني عندي زد 1 هي هي زد 2 هي هي زد 3 فبقول ان الباور بتساوي 3 بي فيز اي فيز كوساين سي. يبقى انا عندي 50 بدل ما انا عندي بتعامل سنجل فيز بقول في اي كوساين سي. المره دي عندي 3 فيز وكل فيز الزد بتاعتها مساويه زد 1 يعني زد 2 زد 3 بقول ان الاكتف باور بي بتساوي 3 بي فيز اي فيز كوساين ايه؟ كوساين سي. او لو نفتكر مش واقفين برضه كنا بنقول ايه؟ الاف بار كنا بنجيبها من المفروض يعني اللي هو اي سكوير ار. كنا بنقول في السنجل فيز ان انا عندي بي بتساوي اي سكوير ار. المره دي عندي ثلاثه سنجل فيز هيبقى عندي ثلاثه اي فيز سكوير في الايه؟ الار. طبعا السيتا دي Thank you.
ستة قيمته بتساوي خمسة زائد جي عشرة. خمسة زائد جي عشرة يبقى على طول الحمل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ار وار واكس ال. معنديش اكس ايه لان قال لي زائد وكان قال لي خمسة ناقص جي عشرة يبقى دي عبارة عن ار وسي. قال لي خمسة زائد خمسة زائد جي 10 يبقى دي عباره عن ار وال. طيب عايزك تحسب اللاين كارنت والاكتف باور والباور فاكتور. دلوقتي يا باشمهندسين عايزين نتفق على حاجه دلوقتي. لما يديني سبلاي ويقول لي قيمته 400 فولت او 380 او اي قيمه ثانيه وما يقوليش القيمه دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الفي لاين ولا عباره عن الكابيس؟ باخدها على طول ان هي اللاين فولت. فتاني اي فولت 3 فيز يديهولي ما تقوليش ده عباره عن في لاين ولا عن في فيس، باخده ان هو الفي لاين، اللاين بوك. اه بس لاين واي سي لاين. طبعا قلنا ان هما عباره عن ايه؟ دي بنفس
Thank you.
كماجنتيود هو البي كي اس بي، كماجنتيود هو البي كي اس سي، كماجنتيود يساوي 400 على جذر 3. طيب وهنا يبقى عندي 400 على جذر 3 يساوي 0. الحمد لله يبقى على طول وانا بهبط في فيز بي 400 على جذر 3 يساوي ناقص 120، في فيز سي 400 على جذر 3 يساوي زائد 120. احل بحل على الجزء ده هنعمله زي بعض. انا جبت في فيز ايه؟ هو قال لك المساله عايز اللاين كارب. اقول ايه؟ اقول ان اي ايه لاين هو هو قلنا في حاله الاستارت الاي لاين هو لاين ايه؟ هو بيساوي هو هو اي ايه فيز اللي هي عباره عن ايه؟ اي ايه فيز اللي هي عباره عن في ايه فيز على الزد. يعني هتساوي 400 على جذر 3 يساوي 0 على 5 زائد جي 10. ده كده الاي ايه لاين 6 هو هو الاي ايه فيز. هيطلع معاك 20 7 على 10 مساوية ناقص 63 على 10. ¡Gracias!
اللي هتوصل ما بين الصباية وما بين اللود ليها ار وال عبارة عن 2 زائد جي 4. يعني الكابل دوت اللي انا هنا عندي صباية هيغذي اللود ده. ايه الثلاث كابلات اللي هيغذوا اللود ليهم ار وال؟ اللي هنا كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 زائد جي 4. ده الكابل او الكونداكتور اللي موصل للحته اللي عندي. انا عرفت على طول ان انا عندي ار وال. ليه؟ لان هو قال لي 2 زائد جي 4 يبقى عرفت ان انا عندي ار وال. وهي نفس الحكايه. 2 جي 4 زي ما قلنا انا عندي اللاين فولتج كان في لاين ده اللي هو 415. عايزك يا باشمهندس تعمل ايه؟ عايزك تحسب اللاين كرف وعايزك تحسب الاكل باور اللي هتروح للود. خلي بالك ده لود والاكل باور اللي هتضيع. ده بصوا في الكونتاكت. خلي بالك انا دلوقتي يا باشمهندسين لما ببقى عايز ابعت كهرباء لمكان معين انا عايز ايه الحاله المثاليه؟ ايه؟ ان كل اللي انا ابعته كله ايه؟ يوصل. انما في الواقع ايه؟ ما بيحصلش لان سواء الترانسميشن لاين الراجل الابراج النقل او الكابلات الارضيه دي مالها؟ بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها رصد، بيبقى فيها فرق في الطاقه. غصب عني في جزء من الباور بيفقد ايه؟ بيفقد فيها. فهو هنا كان مدي لك ان مثلا الترانسميشن لاين او اندر جراوند كيبل ليه ار واكس ال وادي اللود بتاعي. فهو بيقول لك احسب الاكتف باور البي اللي هتوصل للود واكسب الاكتف باور البي اللي هتوصل اللي هي هتفقد في الايه؟ اللي هتفقد في الكونتاكت. طيب انا قايل دلوقتي عندي ستار كونكشن ده اللي بوت يبقى بوت هو الفي لاين على طول احسب الفي فيز. يبقى الفي فيز تمام الكيو ثابت 415 على كاس الثلاثة هيطلع معاك 39.6 فوق ده الفي فيز. عايزين ايه؟ عايزين نفس اللايف وعايزين نفس الجري الجوه على الحمل على اللود اللي موجود عندك وعايزين نكسب البي الاكت باور لوسز والكوندكتر في الاكت باور اللي هنوصل ليه. كده الست التوتال يبقى تاني يا فرنسي يبقى انا عندي 3 فيس كماجنتيود عباره عن 415 على جذب ايه؟ على جذب ثلاثه. يبقى على طول حاول انت في فيس ايه؟ في فيس ايه عباره عن ايه؟ اللي هي الاثنين 39.4 تساوي ايه؟ تساوي زيرو. بعد كده هقول ان الاي ايه فيس خلاص الاي ايه. طيب لو عايز تحسبها خلي بالك هنا 50 هنا ستار كونكشن يعني الاي لاين هو الاي فيس هتساوي الاي ايه فيس اللي بتساوي 6 او عايز تحسبها دي ايه فيس على هل الست عندي ست بتاع النوت بس؟ لا عندي ست النوت وست بتاع الكونتاكتورز اللي واقفه منهم. لا عباره عن ست بتاعت اللود زائد ست بتاعت الكونتاكتورز. احنا تساوي 39 و4 من 10 تساوي 20 وعدد الار بتجمع مع الار. عندي هنا 20 وهنا 2 يبقى عندي 22 زائد جي كام؟ زائد جي 14. انا دلوقتي عندي سبلاي هشوف الست بتاع النود قدامه هشوف كمان الست بتاع الكوندكتور. هي دي 4 من 10 بس 4 من 10
اللي على اللوب في المتبقى. يعني انا هكتب فرق الكود اللي على اللوب اللي وصل عندي. هقول ايه يا باشمهندسين؟ هقول ان في لود عند الفيزا ايه يساوي الفي لود اللي عند الفيزا ايه هيساوي يا باشمهندسين؟ هيساوي اي فيز ايه بزد لود. يعني هتساوي اي فيز ايه اللي هي 19% زاوية ناقص 32 4 من 10. الكلام ده موجود في كام؟ في الزد لود اللي هي 20 زائد جي 10. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت المطلوب الثاني اللي هو عايز اللي هو عايز فرق اللود على اللود اللي موجود عندك. Thank you.
هناك باور. طب نضربها بالكيو، اقول على طول الكيو لود بتساوي 3 على فيز سكوير اكس لود. اكس لود اللي هي كام؟ 10. هي ال 10. ولو طلب الكيو بتاعك اللص الكوندكتور زي ما كيو كوندكتور بتساوي 3 على فيز سكوير اكس كوندكتور. ايه الاكبر يا اما السي اكبر. فمثلا لو قلنا عندنا ايه ب 10
يبقى اقدر اكسب سيتا بكام؟ واجيب لها التان بتاعها اضربها في البي اطلع